لو انت بتحب تصميم الصور يبقى الفيديو ده علشانك. في الحقيقة تصميم الصور شيء مرهق وصعب جدا، وكان دايما بيحتاج ناس بروفيشنال عشان تقدر تصمم صورة واحدة، بس ده كان زمان قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. دلوقتي تقدر تصمم اي صورة في خيالك في ثواني، وكل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي. عموما كفاية كلام، يلا بينا نشوف الموضوع بيتعمل ازاي. السلام الله عليكم، اهلا بيكم. دلوقتي احنا رحنا طبعا اللابتوب عشان نشوف الموضوع بيمشي ازاي. طبعا كل اللي احنا هنعمله، احنا هنبدا في مواقع كتير شغاله بتصميم الصور في الذكاء بالذكاء الاصطناعي. يعني انا اخترت اسهل موقع ممكن تشتغل عليه. الموقع ده اسمه لاكسيكا، طبعا هسيب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن. كل اللي احنا هنعمله هندخل على الموقع دوت. الموقع دوت بيبقى عباره عن ايه، مكتبه صور فيها الاف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. تمام. طبعا انت كل اللي انت هتعمله ايه، مش مطلوب منك لوجن حتى في الموقع، عادي ممكن عايز تعمل لوجن اعمل، مش عايز ما تعملش. انت كل اللي هتعمله ايه، اي صوره في مخيلتك او اي صوره انت عايز تعملها بتكتبها هنا في السيرش. الموقع عباره عن مكتبه صور، تمام، تقدر تختار الصوره اللي انت عايزها ايا كان بقى الصوره اللي انت بتدور عليها. مثلا هنبحث كده مثلا صوره من هنلاقي طبعا جاب لنا صور كتير زي ما انتم شايفين لمن. ماشي، ممكن نكتب مثلا وومن. بص هنا النتيجة ايه، 1898 صورة للوومن. طبعا زي ما انتم شايفين التصميم اكتر من رائع، يعني حاجة بجد جامدة جدا. متهيألي المصممين ممكن يكونوا شغالين بقالهم سنين ما يقدروش يجيبوا صورة بالتصميم بالدرجة الريزوليوشن وتوافق الألوان. بجد يعني الذكاء الاصطناعي ده اختراع. طبعا ممكن ندور على حاجة تانية، مثلا لو انت محتاج صورة كيدز مثلا أطفال. هتلاقي بص طبعا بس اصلا درجة الصورة عاملة ازاي، تدرج الالوان. طبعا الكلام ده هيفهمه المصممين. طبعا انت ممكن تكتب اوصاف اكتر من كده، بس يعني احنا بنحاول نسهل الامور شوية. هنكتب مثلا ماني عشان احنا كلنا محتاجين فلوس. هنا اهو ميتا كوين جايب لنا طبعا الناس اللي هي معاها فلوس ياما، زي الراجل بتاع تويتر اسمه ايلون ماسك مثلا. ممكن نكتب ايه مثلا، انيمال انيمال حيوانات مثلا. طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع بيتم بشكل سريع جدا. الموضوع سهل وبسيط، يعني تقدر تكتب اللي انت عايزه، الصوره اللي انت عايزها، الصوره اللي انت هتحتاجها، سواء في بوست او في شغل اللي انت هتعمله على مثلا الفيسبوك كشغال مصور او ايا كان اللي انت هتعمله. الموقع دوت هيقدر يوفر لك الاف الصور بشكل مجاني وموضوع بسيط. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. انا هقفل لحد كده، في مواقع طبعا تانيه هنشتغل عليها بس مش دلوقتي، ان شاء الله من الفيديوهات الجايه. بس ده كفايه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. سلام الله عليكم ورحمه الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك. انا محمد سيد، سلام عليكم.